كام يوم كنا بنتكلم مع مسؤول من وزارة البترول عن منظومة الكروت الذكية وعن متابعة اللي بيتم توريده للمحطات في مصر، اللي قاله لنا ان ده متراقب بنظام الجي بي اس وان مفيش اي فاقد منه. اما بقى من المحطات فلسه المنظومة ما اتظبطتش. خبر النهاردة من وكالة انباء الشرق الاوسط بيقول ان ظابط وصاحب مخزن مش مرخص للمواد البترولية بمنطقة محرم بيه في الإسكندرية بيعمل إيه؟ بيجمع مواد بترولية مدعمة وبيبيعها في السوق السوداء بأزيد من سعرها. كان مخزن 5300 لتر من السولار، ده واحد اتقبض عليه، واحد فقط في الحملة دي. طيب عندنا موضوع التاني، أراضي الدولة والحملة اللي بتتعمل اليومين دول، وفي تقرير هيتقدم لرئيس الجمهورية عن نسبة الإنجاز لغاية دلوقتي. اللي اتعمل في أقل من شهر ما شفناهوش من عقود. يعني لما القائد الأعلى يتبنى موضوع بيتم إنجازه بأي شكل. طب هو ليه ما بنقومش بشغلنا من غير أمر رئاسي؟ ليه قيمنا ومبادئنا وتعاليمنا وضمائرنا ما بتبقاش حافز كافي لإتقان وتنفيذ عملنا على أكمل وجه؟ الموضوع عايز وقفة مع النفس، لأن ما ينفعش وإحنا في الشهر الكريم ده نبص في المراية ونشوف عكس الحقيقة. إحنا محتاجين نشتغل من نفسنا طالما قبلنا بالشغل اللي إحنا فيه. الكلام كان واضح ومن غير تزويق، عشان البلد تقوم لازم كلنا نشتغل ونواجه التحديات، ومن ضمن التحديات دي البيروقراطية والفساد اللي هو أكبر تحدي علينا التغلب عليه. ومع ده لازم برضو نتأكد إننا بنعالج الأمور بحكمة وبما لا يضر بمصلحتنا كلنا. مساء الخير وأهلا بحضراتكم في برنامجكم أسواق وأعمال. النهاردة هنتكلم عن ملف من الملفات المزدهرة اليومين دول، الصادرات والواردات وعجز الميزان التجاري. ازاي نعظم صادراتنا ونقلل في وارداتنا، خاصة اننا محتاجين نزود مواردنا من العملة الصعبة خلال الفترة دي، واحنا عندنا سياحة متراجعة اللي هي كانت يعني من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة بتاعتنا. هنتكلم في الموضوع ده في الفقرة الثانية والثالثة، موضوع الصادرات والواردات. اما دلوقتي فهنبدأ باهم تناولاته صحفنا المصرية من الناحية الاقتصادية، ونبدأ من جريدة الأخبار تحت عنوان وزير المالية 248% زيادة في مخصصات الدعم خلال 9 سنوات. عمرو الجرحي وزير المالية أكد على تضاعف مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة. الوزير قال إن إجمالي الدعم في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل زاد بنسبة 248% عن مخصصات الدعم في العام المالي 2009-2010، يعني من 9 سنين مالية. وفقا لتقرير وزارة المالية فإجمالي إنفاق الدولة على الدعم خلال 2009-2010 كان 99 مليار جنيه، وارتفع خلال العام المالي الحالي ليسجل 261 مليار جنيه. ده رقم كبير بيمثل عبء على الحكومة في ظل الظروف الحالية مع تحديات الإصلاح الاقتصادي. الخبر بيكشف أو الخبر كشف بقى عن ارتفاع الأجور من العام المالي 2009-2010 لغاية العام المالي اللي جاي ده على طول 181%. بالأرقام كده مخصصات الأجور في موازنة 2009 كانت 85 مليار جنيه، وارتفعت في 2017-2018 ل 239 مليار جنيه. رقم رهيب، ومواردنا اللي بيجي لنا قد ايه؟ كل لما رقم يزيد لازم نشوف هنموله منين. خبرنا التاني من جريدة المصري اليوم تحت عنوان مجلس النواب يبدأ مناقشة الحساب الختامي لموازنة 2015-2016. الخبر بيقول ان مجلسنا التشريعي بدأ مناقشة التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2015-2016. تناول الخبر على لسان رئيس لجنة الخطة والموازنة النائب حسين عيسى إن اللجنة طلبت بضرورة تحصيل الإيرادات لاستفادة الخزانة العامة من الصناديق الخاصة.
وطالب كمان بضرورة الالتزام بالتشريعات والضوابط القانونية للحسابات الختامية وضرورة اعتماد الموازنات من قبل مجالس إدارات الهيئات. شدد رئيس اللجنة الاقتصادية في الخبر على ضرورة إيجاد حلول لتقليص الدين العام وتخفيضه من خلال إعادة النظر في التوسع في إصدار السندات الدولارية واللي بيأثر سلبا على الدين العام. معانا على التليفون النائبة باسانت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. أهلا وسهلا بحضرتك باسانت هانم. أهلا بك يا فندم. طيب خليني أبدأ بس مع حضرتك بآخر حاجة أنا قلتها على موضوع الـ السندات الدولارية، ملاحظاتكم إيه؟ طبعا حضرتك عارف إن إحنا عندنا عجز في فجوة في التمويلية في الموازنة العامة بنلجأ لجهات كثيرة. بدأنا بصندوق النقد لأنه كان الفرد بتاعه شبه فرد وشهادة في العالم نقدر فيها نحصل على فلوس أخرى وعلى رأسها سندات. طبعا لما بنحتاج فلوس بنضطر ندفع سندات، وإحنا في ظروف صعبة زي ما حكيت السياحة إيراداتها ضعيفة جدا، التصدير ابتدى يتحسن برضه في فجوة، وتبص لها على حاجة طيب. سيادة النائب هستأذن حضرتك، احنا هنحاول نكلم حضرتك مرة تانية بس عشان الإرسال في حاجة بتقطع، هنتصل بحضرتك تاني على طول بعد الخبر اللي احنا هنقراه دلوقتي، يمكن الإرسال يبقى أفضل علشان نعرف نتكلم ونفهم من حضرتك ايه الملاحظات بتاعتكم في الفترة الحالية. نروح لخبرنا الثالث والأخير من جريدة الوطن بعنوان استرداد 2 مليون فدان من أراضي الدولة. الخبر بيقول انه قبل ساعات من انتهاء مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسي شكلت وزارة الزراعة لجان من مهندسي هيئة التعمير والتنمية الزراعية للفصل في الحصر شبه النهائي لأراضي الدولة المستردة خلال حملة حق الشعب. الخبر كشف ان مساحة الأراضي اللي تم استردادها بلغت 2 مليون فدان، وان اللجان الفنية هتقوم بفصل الأراضي المقننة التابعة لولاية هيئة التعمير. كما تناول الخبر الاجتماع المزمع برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محلب والوزراء المعنيين والمحافظين لبحث نتائج المرحلة الأولى الأسبوع الجاري، وده لدراسة كيفية تطبيق المرحلة الثانية اللي بتشمل النظر في 8450 طلب تقنين. الجريدة نشرت تصريح رئيس شركة تنمية الريف المصري عاطر حنورة اللي قال فيه ان الشركة تلقت خلال الاسبوع الماضي 450 طلب لتقنين وضع اليد على اراضي 1.5 مليون فدان. طيب نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم ومع سيادة النائب باسانت فهمي اول ما نتمكن من التواصل معها، وأيضا مع صديقي وزميلي الأستاذ محسن عادل في برنامجكم أسواق وأعمال. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. بتنضم لنا سيادة النائب باسانت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. باسانت هانم أهلا وسهلا بحضرتك معانا مرة تانية. كنا بنتكلم لما قطع الخط على موضوع الملاحظات بتاعة اللجنة الاقتصادية على مشروع قانون الحساب الختامي لموازنة 2015 و2016، ورأيكم برضو في موضوع السندات الدولارية اللي تم إصدارها مؤخرا واللي بيتم إصدارها من حين إلى آخر. راح برضو؟ طيب بعتذر لحضراتكم اعتذار شديد. احنا عندنا في الفترة اللي احنا عايشينها دي عندنا في مؤشرات ايجابية كثيرة، ومن هذه المؤشرات في عندنا ارتفاع في الصادرات المصرية في الاربعة اشهر الاولى من السنة دي. ده مقابل ايه؟ مقابل تراجع في اللي احنا بنستورده في الواردات، يعني تراجع في عجز الميزان التجاري. نشوف التقرير ده.
ونرجع نبدأ حديثنا. ارتفعت الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث سجلت 7,438,000,000 دولار. وتراجعت الواردات للسوق المصرية خلال فترة الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنحو 30% لتصل إلى 15,931,000,000 دولار. وانعكس ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات على حجم الميزان التجاري، حيث انخفض بنحو 48% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام لتصل إلى 8,493,000,000 دولار. وحققت بعض القطاعات طفرة كبيرة في معدلات التصدير، وعلى رأسها قطاع الحاصلات الزراعية حيث ارتفعت بنسبة 4.1%، كما ارتفعت صادرات مصر من مواد البناء بنحو 47% حيث بلغت 1,879,000,000 دولار. وحول أهم الأسواق التي وجهت إليها الصادرات المصرية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تضمنت الدول التي ترتبط بها مصر باتفاقيات دولية مثل الكوميسا واتفاقية أغادير ودول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي. وفي إطار السياسات التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، شهدت الواردات المصرية من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا الاتحادية وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا انخفاضا ملموسا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هنتكلم في الموضوع ده، ولكن بعد ما نشوف مع سيادة النائب باسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية مجلس النواب. مرة تانية برحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. بعتذر لحضرتك عن الخطوط، ولكن برضو أرجع الملاحظات بتاعتكم في اللجنة الاقتصادية على مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة بتاعة 2015-2016، وكمان رأيكم في موضوع السندات الدولارية اللي بيتم إصدارها في الفترة الأخيرة. هو الحقيقة زي ما تفضلت حضرتك في النقاط اللي ذكرتها، خليني أعلق على السندات الدولارية. السندات الدولارية إحنا بنصدرها عشان نسد الفجوة اللي موجودة في الموازنة العامة عشان نقدر نمول مشروعات أو احتياجات معينة، لكن كثرة الإفراط فيها إحنا شايفين إنه خطر شوي لأسباب كثيرة. أولا طبعا حضرتك عارف إحنا إيرادنا من الدولار بينحسر، الظروف الاقتصادية العامة في العالم صعبة، المنطقة نفسها مش مستقرة، احنا في حالة حرب. فبالرغم ان احنا بنلجأ للسندات، لكن احنا عملنا بحثات كثيرة على موضوع عدم الافراط في اصدار سندات اكثر من كده. طيب اتفضلي. يعني كنت عايز اعلق بقى على الجزء الايجابي اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه بس في موضوع اخر، وهو الصادرات. والواردات. ده جزء مهم قوي ان احنا فعلا نقدر نتحكم في وارداتنا، نزود الصادرات. طبعا ده كرد فعل طبيعي الحمد لله لتخفيض العمله، يعني الناس كلها منزعجه من تخفيض العمله. زي تخفيض العمله ما له مساوئ بس له ايجابيات، تحدم الاستيراد بشكل كبير وزود كمان الصادرات بتاعتنا، بالاضافه الى السياسات الاخرى اللي بتحاول الوزاره انها تتخذها. إذا رجعت تاني للموازنة العامة، طبعا الموازنة العامة السنة دي كانت متوقعة، كلنا كنا عارفين الظروف الصعبة اللي احنا بنعدي بيها. أهم النقطة احنا بنتكلم فيها بقالنا فترة طويلة هي السنة دي. هي؟ السنة دي الخاصة. السنة دي، أيوه. دي مبالغ كبيرة، وإحنا بنقول كل بلاد الدنيا فيها موازنة واحدة. احنا بنتكلم سنة دي فيها قد إيه يا ست النائب؟ شوف حضرتك، هي المشكلة إنك أما بتقول قد إيه، قد ايه امتى؟ قد ايه اللي دخل واللي خرج ولا الرصيد الختامي؟ كلها الفاظ ممكن نتلاعب بيها. لو جيت قلت لي النهارده الرصيد الختامي بتاع الصناديق، طب ما انا اقدر ما انا اقدر ايه؟ اصرفها كلها. يعني لو دخل لي مليار ايراد اقدر بكره الصبح اصرفه. وبعدين تقول لي الصناديق فيها، يقول لك فيهاش حاجه. لا، انا عاوز اعرف دخل كام وخرج كام، نقدر نعرف. هل في برنامج للوصول الى هذه المعرفه؟ طبعا احنا طلبنا لجنه تقصي حقائق اكثر من مره الحقيقه، ومصرين عليها. المره دي لو لاحظت حضرتك السيد رئيس مجلس الوزراء
لما اعتمد الارتفاع في نسبة المعاشات قال هناخدها من الصناديق الخاصة. يبقى احنا عارفين الصناديق الخاصة فيها قد ايه ولا ايه؟ طبعا يعني ايه مش عارفين حضرتك؟ مفيش حاجة اسمها في الأرقام مش معروف. ده مش الجو جميل، الجو برد أو حر، لا، في أرقام داخلة وخارجة. يعني كل مفيش حاجة الزيادات اللي اسمها حصلت معلش في أرقام. اللي توافق عليها من قبل الحكومة في موضوع المعاشات وفي موضوع الإعانة بتاعت لا مش الغلاء كلها، بس والكلام ده، مبالغ هل كبيرة. ده كله جاي من الصناديق؟ لا مش كله، بس مبالغ كبيرة بس. فأنا عايزة أقول إحنا عاوزين نصل ببلدنا يبقى عندنا موازنة واحدة. يعني مثلا الهيئات الاقتصادية دي هيئات ملك مين؟ الدولة. يبقى الهيئات دي لما تربح لازم فلوسها تخش في الموازنة العامة للدولة، ما تحتفظش بيها. يعني إحنا علقنا على كل هذه القطاعات، ده وأنا أعتقد مش بيفتح الباب يا ست النايب ان احنا نعيد النظر في منظومة الأجور ككل في مصر، ان هو النهارده الصناديق نابعة من ايه؟ اساسها ايه؟ جاية اصلا ليه؟ عشان الأجور عندنا المتدنية اللي كانت موجودة في الفترات السابقة اللي هي لا تلبي احتياجات المعيشة ولا تلبي احتياجات الوظيفة و الى اخره، فلجأوا الى الصناديق. هل النهارده احنا محتاجين مع اعاده النظر في موضوع ان احنا نجمع كله في حساب واحد، ان احنا كمان نعيد النظر في منظومه الاجور اللي موجوده في مصر؟ يعني انا ممكن اكون مرتبي الاساسي 300 جنيه وانا بقبض 10,000 جنيه، ممكن يكون مرتبي الاساسي 300 جنيه وانا يعني المنظومه نفسها مش دي محتاجة يتبص لها كحل شامل؟ طبعا. شوف حضرتك لمست نقطة مهمة أوي. الصناديق دي أول ما ظهرت كانت محدودة وقليلة جدا ولأسباب محددة. لما الموضوع الأجور زي ما حضرتك تفضلت غير عادل، ابتديت تلجأ إلى الصناديق لدرجة إنها تضخمت بشكل إن لا يصح إنها تظل كده. فكل يدخل على الموازنة ويعيد النظر في أسلوب الاجور، او يعني نظام الاجور اللي حضرتك تفضلت وفتحته، ده اللي احنا بنتكلم عليه. يا جماعه انتوا شايفين ان الاجور ضعيفه، كل يخش على المؤسسه ونبتدي نعيد هيكله اجور كل العاملين في هذا النظام. والله لا عاوز يعمل فيه اهلا وسهلا، اللي مش عايز في قطاع خاص. النائبة باسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا على مشاركتك معانا. يعني الموضوع محسن بيه، اهلا وسهلا بيك الاول. اهلا وسهلا يا فندم. محسن، انا بستمتع دايما ان اسمع كلام استاذتي الدكتوره باسنت، وكلامها في غايه الدقه وبشكل واضح. بس خليني اقول لك على ثلاث حاجات يعني لازم ابدا بيهم كملاحظه على الحديث اللي دار بين حضرتك وبينها من دقايق. الحاجه الاولانيه، احنا بنتكلم النهارده على موازنه 2015 2016، احنا بنتكلم النهارده واحنا في 2017. طال الامر شويه في فكره ان احنا بنناقش الموازنات يمكن في فترات لاحقه، وحساب الختامي صحيح ليها. بس ده كويس ان انت بتناقش الموازنه بتاعت السنه اللي فاتت. قبل كده انت كنت بتقعد 5 سنين ما كنتش لسه بتقفل. ما هو بقى احنا محتاجين ان احنا نلتزم بالمعايير اللي موجوده والمعايير الدوليه. 3 شهور بعد اقفال الموازنه تتقدم، وخلال شهر يتم الرد عليها بشكل نهائي عشان يكون واضح. لان خلي بقى حضرتك، الموازنه السابقه دي او حساب الختامي الموازنه السابقه هو اللي بيبين عليه موازنه السنه دي والسنه اللي جايه والسنه اللي بعديها. الجزء الثاني، الملاحظات تقريبا هي بتاع كل سنه. ما اقدرش اقول لحضرتك ان دي ملاحظات مختلفه عن بتاع السنه اللي فاتت او اللي قبليها او اللي قبل قبليها. وده معناه ببساطه ان هناك تكرار في ده. العنصر الثالث، وهو المساله المرتبطه وبشكل اساسي بموازنه البرامج والاداء. طول ما الموازنه عندنا في مصر هي موازنه نقديه، فلوس داخله وفلوس خارجه في اجماليات عامه، وليست مربوطه بشكل مباشر بموازنه برامج واداء، انا من وجهه نظري الشخصيه هنستمر في نفس الكلام اللي احنا بنقوله النهارده. احنا لو بنتكلم على ترشيد انفاق عام، على زياده حجم ايرادات، على تطوير هايل بالنسبه لعدد كبير من القطاعات، فانا مش هقدر اعمل ده غير وانا بتكلم على موازنه برامج واداء واضحه خلال السنين اللي جايه. يمكن ده يحتاج وقت لتجهيز الوزارات، ويمكن وزاره الماليه بقى لها سنوات بتعلن انها بدات تعملها بشكل تجريبي في بعض القطاعات وفي بعض المشروعات. لكن النهارده احنا محتاجين ان احنا نقول ان الموازنه الجديده 2017 2018 اللي بتناقش حاليا داخل البرلمان هي اللي هتكون بدايه لتطبيق هذا الموضوع، ويبقى فيه اجراءات واضحه بجدول زمني واضح بكي بي ايز واضحه من كل الجهات بتقول فيها احنا هنمشي ازاي في هذا الاجراء. معايير الاداء، بتاكيد معايير تقييم الاداء، لان ده هو ده اللي هيحسم لنا بالنسبه للموضوع. موضوع الصناديق الخاصه، القرار اللي صدر من مجلس الوزراء منذ ايام
من المفترض ان هو بيمول لينا بحوالي 3 مليار جنيه موارد من الصناديق الخاصه، وحدد نسب الاستقطاعات حسب الوضع بالنسبه ليها، واستبعد الصناديق اللي بتعمل في قطاعات حيويه زي مثلا اللي مرتبطه بالصحه، زي المرتبطه ببعض قطاعات التعليم، زي المرتبطه بمشروعات الطوارئ، زي حاجات من هذا القبيل، الطوارئ الصحيه طبعا. الاشكال دي من الطبيعي ان هو يبعدها تماما عن ده. انا متخيل ان القرار كان متوازنا جدا، هيزود في موارد الموازنه العامه، ولكن موضوع الصناديق محتاج مراجعه لحاله حاله والكيس كيس، ومش هي لوحدها، هي والحسابات الخاصه، لان هناك بعض الحسابات اللي فتحت لمشروعات معينه والمشروع انتهى لكن حساب لا زال موجودا، بعضه بيبقى حساب مكشوف فيه بالسالب او بعضه فيه مبالغ ضئيله، الكلام ده كله محتاج تصفيه وانهاء لهذا الموضوع وبشكل كامل، وده من خلال لجنه واضحه يكون فيها البرلمان ممثل ووزاره الماليه ووزارات المعنيه، ويتم مراجعه وضع كل صندوق مش بس في المصروفات يعني والإيرادات. يعني لما تيجي تتناول موضوع ما تاخدوش كده برمته كده كله حته واحده، لا في حاجات ان ممكن انت تبقى خسران اكتر ما انت كسبان، يعني صحيح. العمليه مش عنفوان يعني انت هنا بقى الامر ده محتاج ان البرلمان من وجهه نظري يعمل تشريع او يبقى جزء من التاشيرات المرتبطه بالموازنه العامه للدوله، يوضح فيه اجراءات الصرف، توزيع الايرادات، اللائحه الماليه، السياسات المتعلقه بالصناديق دي بالنسبه للاداره، التطورات اللي بتتم فيها، اليات المراقبه، دوريه تقديم التقارير الماليه، ازاي التقارير دي تكون موجوده، مدى خضوعها لرقابه الجهاز المركزي، عشرات الامور من دي، ان كل حساباتها لازم ما تكونش في اي مكان غير في البنك المركزي المصري. الامور ديت محتاجه انها توضع في الحسابات. شمول مالي بطريقه ثانيه. بالتاكيد. عشان تقدر تحسم ده. ندخل بقى في موضوعنا اللي احنا ايه المفروض نتكلم فيه النهارده، موضوع الصادرات واللي علقت عليه برضو دكتوره باسنت. موضوع الصادرات والواردات والتقدم في زياده الصادرات في الاربع اشهر اللي فاتوا، ولكن منظومه الصادرات دي اعتقد انها مرتبطه برضو بموضوع الشركات والتعديلات في قوانين الشركات، فخلينا نبدا بده الاول وبعد كده ندخل على الصدر. النهارده وفقا لتصريحات معالي الوزير الدكتور صاحب مصر، تم عرض المسوده يعني قبل الاخيره او المسوده شبه النهائيه لتعديلات قانون الشركات امام مجلس الوزراء، وتم مناقشه هذا الموضوع، مفترض ان هو يصدر قراره خلال ايام. انا شخصيا واحد من الناس كنت اتمنى ان هذا القرار يصدر اليوم، خاصه يعني ان كان من المفترض ان احنا نرسل للمؤسسات الدوليه اللي بتصنف مجتمعات الاعمال الدوليه والدول، والتصنيف ده عاده بيصدر في اول يونيو، وكنا نتمنى ان احنا بعتهم نقول لهم ان هذا التعديل تم. هذا التعديل وفقا لما علمناه من مصادر مختلفه ذات صله بهذا الموضوع، في شكل هايل من عمليات اعاده هيكله هذه المنظومه بشكل كامل. جانب اساسي منها هو ادخال شركات الشخص الواحد التي لم تقر حتى الان من اي جهه، وده امر هيحل لنا مشاكل كتير. وضع ضابط لعمليه التقسيم، وضع ضابط لعمليه اصدار الاسهم ممتازه، وضع ضوابط هايله بالنسبه لعمليات الحوكمه وافصاح عن القوانين الماليه وعقد الجمعيات العموميه والاجراءات الخاصه بمجالس الادارات. وضع الاول مره في تاريخ مصر موضوع التصويت التراكمي اللي بيسمح لفئات صغار المتعاملين او صغار المساهمين في الشركات ان ليهم تمثيل نسبي داخل مجلس الاداره. وضع منهج واضح ان بعد كده هننهي بقى العصر اللي مصر عاشت فيه زياده عن اللزوم شويه. مصر دوله من الدول اللي الشركات فيها انشئت من 1800 وشويه لغايه النهارده، لازال في وجهات نظر كثيره لسه مستمرين في نفس هذا الاطار. فكره ان لازال عندك صك ورق كده حلو بتاع ملكيتك في شركه، ده امر بصراحه انا العالم كله بطل يتكلم فيه بقاله 50 سنه واحنا لسه قاعدين فيه. وبيجي لك بقى صك مزور، صك اصله ضاع، اصل الكوبونات ما اتقطعتش منه، اصل مش عارف ايه، الكلام ده طبعا ده لسه موجود؟ يا فندم موجود. حضرتك شفته كتير ايام البورصه. وشفت النهارده ولا زلنا بنشوفه لغايه دلوقتي وانا بكلم حضرتك. دلوقتي بس مطبوع بالكمبيوتر، بلاش بنروح كده مطبعه ونطبعه فيه. لكن طبعا ده كلام غريب جدا. لازم يخش في نظام الحفظ المركزي ولازم تكون هناك رقابه كامله عليه. هيدخل عندك لاول مره السماح باستخدام الوسائط التكنولوجيه كامله في عقد اجتماعات مجالس الادارات، في التصويت الالكتروني داخل الجامعات العموميه، في انك انت وضعت ضابط للتقسيم والاصدار الاسهم ممتاز داخل الشركات ديت، انك انت عملت منهج مختلف تماما للاجراءات المتعلقه بزياده رؤوس الاموال اللي كل واحد فينا تقريبا بقى بيعاني منها النهارده. افتكر ان احنا اصبح لدينا بشكل او باخر نوع من انواع الهيكله اللي موجود. وهكرر كلامي اللي ذكرته لحضرتك قبل كده، هذا التعديل بيأكد على حاجتين في غايه الاهميه. الشيء الاول ان المره دي قانون الاستثمار ما بيطلعش من غير كل القوانين المكمله ليه. لغايه دلوقتي معدل قانون الترخيص الصناعيه
وهو نقلة حقيقية من جانب وزارة التجارة والصناعة. معدل دلوقتي اهو قانون لسوق المال تم الموافقة عليه، ثم بتعدل النهاردة كمان قانون الشركات، هو القانون الأم لكل القوانين الاقتصادية في مصر. وده معناه ببساطة شديدة تماما انك لأول مرة من سنة 2005 بتطلع حزمة التشريعات الاقتصادية متكاملة مع بعض، تعدل قوانين الضرايب في نفس فين قانون الاستثمار يا فندم؟ هو مش قانون الاستثمار اتوافق عليه ومفروض في اللائحه التنفيذيه بتاعته؟ اللائحه التنفيذيه وفقا لمعلوماتي انهيتها وزاره الاستثمار وارسلت لاخذ راي من الوزارات المختلفه، والقانون نفسه هينشر فيه جدا رسميا. اللي احنا سمعناه تمام ان قبل نهايه الشهر اللي هو النهارده اللائحه التنفيذيه هتصدر. هي فعلا لا عفوا بقينا هكذا هتنتهي العمل من في اللائحه التنفيذيه، ده امر مصدور، ده امر اخر. الجزء الاول هو الهوم وورك او الواجب اللي عملته وزاره الاستثمار، هي قامت باعداد مشروع اللائحه كاملا ثم بترسله الى الوزارات المختلفه لابداء الراي في بعض المواد ذات الصلابيه. ايوه بس اللي انا افهمه برضو ان يبقى في مده زمنيه ولا ايه؟ هنا دي النقطه، مجلس الوزراء لازم بقى، وده دعوه جيده جدا من حضرتك، انه طلب الوزارات بسرعه الرد عشان الموضوع ينتهي تماما، لان القرار هيصدر بعد ذلك من قرار رئيس الوزراء وفقا لماده 9 في قانون الاستثمار. قانون الاستثمار من المفترض ان هو الان ينتهي الاجراءات التشريعيه المتعلقه به لنشره في الجدل الرسميه عشان بدء العمل به، واتمنى ان ده يكون بالتزامن مع صدور اللائحه عشان يبقى كده انهيناها في ضربه واحد. وزاره الاستثمار انهت ما عليها، اتمنى باقي الوزارات انها تبعت ردودها. حسب معلوماتي بعض الوزارات بالفعل بترسل منذ ايام وجهات نظرها في بعض المواد وفي رؤيتها بالنسبه لبعض التعديلات التشريعيه، اتمنى ان الباقي ايضا يستجيب لهذا الشكل عشان ننتهي تماما من هذا الملف في خلال اسرع وقت ممكن باذن الله. قول لي بقى، احنا عندنا زياده في الصادرات وانخفاض في الواردات، مش هدخل في الارقام، هسيب لك انت الأرقام. لا هكون صحيح مع حضرتك، هعدل الجمله شويه. اتفضل. انت عندك انخفاض في الواردات وزياده في الصادرات. ايوه امال انا قلت ايه؟ لا انت حضرتك بدات بزياده الصادرات، وهقول لحضرتك ليه انا عدلت. حقيقه الامر ان انت عندك دوافع داخليه هي اللي عملت الموضوع. ما اصل انت لما تيجي تزود في عمليات الصادرات والواردات وخلافه، ده بيرتبط بطبيعه ديناميكيه في الاقتصاد، الحركه اللي بتحصل جواه. الجزء الاساسي وهو الجزء المتعلق بالصادرات او عفوا سوري بالواردات، كان نتيجه الاجراءات التقييديه التي لا زالت مستمره حتى الان من عده جهات عشان تقييد الواردات اللي جايه من بره. بدءا بقى من نقافات الجمارك مرتين، ثم الحد الاقصى اللي بتسمح بيه من منظمه التجاره العالميه الدبليو تي او، خلاص ده كده جبت اخره يعني. الجنب الثاني ان حضرتك لا زال بتفرض قيود بنكيه على بعض الواردات اللي بتاتي من الخارج. عملت مرات قليله اسم السجل اللي بتسجل فيه اي جهه بتورد لك داخل مصر، سجل الموردين، سجل الموردين عشان يكون ده واضح عندك. عدلت القانون بتاع السجل المستوردين مؤخرا، رفعت بعض الرسوم المتعلقه بالواردات اللي بتاتي من الخارج في المواني وفي بعض الجهات. فالامور النهارده بالنسبه لك مساله التكلفه المتعلقه بالواردات ارتفعت جدا، وضيف عليها بقى ثلاث حاجات حلوين معاها. واحد، زياده سعر العمله، لان ببساطه دلوقتي بسعر العمله العادل بالنسبه لك، فده معناه ان ما بقاش فيه الدعم اللي انت كنت بتقدمه قبل كده للمستورد، فكده خلصت. الجنب الثاني واللي بناكد عليه وهفضل اكد عليه وهفضل اقوله كل شويه، احنا عندنا انكماش في معدل الطلب داخل السوق المحلي، وهو امر واضح تمام. ومع ذلك عندك الاسعار بترتفع، لان ببساطه واضح تماما. دي بقى الثالثه. الاثنين دول رغم وضعهم الحالي، لكن المستوردين بدأوا يتحولوا بشكل هيكلي، يعني ما بقتش مثلا حضرتك بتركز قوي انك تستورد تابلت او موبايل، في ناس بتعمل ده لسه، لكن مش كل الناس بقت بتعمل ده زي ما كان بيحصل زمان. بدأت تتخرج فئات من داخل القطاع، لكن حقيقة الأمر إن بدأ يكون عندك وبشكل واضح قوي نقص في المعروضات، وده أمر ممتد من شهر يوليو السنة اللي فاتت لغاية النهاردة، وأنا ما بتكلمش عن معروضات أساسية. نقص في المعروضات، وبالتالي المعروض الموجود بقى فيه زياده طلب عليه، وبالتالي اسعاره مش ناتجه عن طلب حقيقي، ناتجه عن نقص في العرض. نطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا في الموضوع ده. ضيفنا وضيفكم النهارده الاستاذ محسن عادل، نائب رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل. خليكم في اسواق واعمال. We'll be right back.
أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية. إذن الصادرات المصرية والواردات أيضا وتأثير ده علينا وعلى اقتصادنا، احنا واصلين لغاية فين؟ ده اللي نعرفه من صديقنا وزميلنا الأستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار. فأنت كنت بتقولي دلوقتي بتقولي على موضوع الصادرات والواردات وإن الواردات النهاردة يعني أنت عدلت قلت إيه؟ قلت إن هو انخفاض في الواردات وزيادة في الصادرات. هو الأمانة ده الحقيقي، لأن واقع الأمر إن الاقتصاد عندك هو اللي خفض مع الإجراءات الإدارية، خفض بشكل واضح قوي من القوى المتعلقة بالواردات. وأكبر دليل على ذلك بشكل واضح بالنسبة لك هو البيان اللي لسه كان موجود على الشاشة من دقايق الخاص بتراجع الواردات من الصين. احنا بنتكلم النهارده على 31% انخفاض في الواردات الصينية. وده معناه كانت العملية مفتوحة على البحر، يعني أي منتج وأي نوعية وأي حاجة كانت بتدخل لنا يعني من الصين. عشان كده النهارده واحنا بنتكلم مع الصين الكلام لازم يكون مختلف، كان ما يكونش على اتفاقية تجارة حرة، ولكن يكون الاتفاق بشكل واضح على ما يطلق عليه اسم تجارة تفضيلية لمصر مع الصين. في نفس الوقت اتفاقية جذب استثمارات، النهارده بدل ما حضرتك بتصدر لي من الصين، طب ما تيجي تعمل مصنع هنا عندي في مصر ودخلوه. ما حضرتك بتبعت لي قماش من الصين، طب ما انت عندك حضرتك تعمل مدينه نسجيه في المنيا ودخله. تعالى اعمل مصنع للعربيات في محور قناه السويس وصدر له داخل السوق. الامور هنا في الحاله دي بدات تاخد منحنى انا اتمنى ان هو يمشي ويستمر. يعني انكماش الواردات عندك ده هو المحرك الاساسي اللي جاي للسوق. لان كل ما الواردات هتبدا تنكمش اكتر، وكل ما هتنخفض اكتر، وكل ما هيكون مفيش فرص اكبر بالنسبه للزياده فيها، هيبدا يتحرك عند حضرتك ثلاث حاجات في غايه الاهميه. اولا انت كانك بتوجه المستهلك بشكل غير مباشر يروح للمنتج المحلي، فهتخلي المنتج المحلي ده تاني نقطه يروح مزود انتاجه المحلي، فده هيروح مشجع بشكل واضح الاستثمارات انها تشتغل اكبر عشان تبدا هنا تعمل مصانع جديده تغطي الطلب المحلي، وتعمل في نفس الوقت وبشكل كبير نوع من انواع سد الفجوات اللي اصبح موجوده عندك. عشان كده وده النقطه اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت، يجب على البنك المركزي الانتباه بشكل واضح جدا ان البنوك ما بتقدمش قروض بشكل كافي لتنميه الصناعه داخل مصر، وان الامر ده محتاج النهارده من كل البرامج اللي بتتعمل دي. وهقول لحضرتك وهاكد عليه، البنوك وده حقها مدخلة النهاردة جانب كبير من الموارد اللي موجودة عندها في أذون وسيادة الخزان، ونتيجة إن في طروحات كتيرة بالنسبة لي. عشان كده الحكومة لازم تقلل في الموازنة الجديدة العجز النقدي قدر الإمكان، وتقلل عمليات اقتراض من السوق المحلي عشان تقدر توجه سيولة للصناعة. تقدر بقى النهاردة بدل ما حضرتك تصور قماش من الصين اعمل مصنع هنا بتاعه ماشي. توجه سيولة للصناعة إزاي؟ أنت رفعت سعر الفايدة. هنا بقى دي النقطة التانية، قدامك حلين، لإما تقدم برامج مميزة ذات سعر مميز زي ما عملت المشروعات الصغيره المتوسطه وتدي ليهم فايده، مش هقول لك 5 و7%، لكن يا سيدي ارفعها خليها 10 12، اقل من 20 و21 اللي وصلنا لها النهارده. ادي بس الفرق ده عشان تقدر تنمي بيه تصنيع. اسمح للبنوك مره تانية ارجوكوا، والله انا شفتها بعيني وانا لسه شاب صغير، يدخلوا تاني شركه في الشركات الصناعيه الكبيره واللي بتشتغل في صناعات تقيله. جزء رئيسي من فلوس الودايع مش بس ان انا اعمل ارباح جباره الله اكبر ربنا يزيد ويبارك للجميع، ولكن جزء اخر ان اعمل تنميه في المجتمع. ما هو ده اللي هيزود لك الودايع اللي بتجيلك، هو ده اللي هينمي الشغل بتاعك. ينفع انك يبقى عندك يعني سعرين فايده، انك انت النهارده بتقرض هنا ب 20 وبتقرض هنا، يعني انت عندك برنامج تمام خاص بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ب 5.5%. ال 5.5% ده موضوع 20% بس انت تمام. بس انت لما بتتكلم بقى على القطاع الاستثماري اللي هم الشركات اللي موجوده اللي بتشتغل فعلا اللي عايزه توسع استثماراتها وكده، ينفع انك انت تقلل لها سعر الفايده عن ما هو متبع في المعلن من البنك المركزي؟ مفيش شيء يمنع، بل بالعكس ده يبقى حافز. ان انا ابقى حافز ده بالعكس ده هينميه كتير. في عشرات الطرق. صادراتنا يعني احنا النهارده عندنا 14% مو حالتنا كده يعني ايه، تعبانه شويه في موضوع السياحه، ويمكن الطريقه اللي احنا بنبص فيها لموضوع السياحه يمكن عايزه تختلف شويه عن اللي احنا متبعينه. ولكن النهارده لما انا بفكر على الصادرات، احنا الحمد لله ربنا يزيد ويبارك في عندنا صادرات زايده. ها ازاي نعظم؟ ايه القطاعات اللي نعتمد عليها اكتر ونسندها اكتر علشان دي اللي تجيب لنا عوائد اكبر؟ ويعني حتى لما تدخل في برامج دعم الصادرات انت كل جنيه بتدعمه بيدخل لك دولار، مش كده؟
حلو ان حضرتك بدات بالجمله دي، ودي الجمله الصح جدا. وزاره الصناعه عامله برنامج رائع لتنميه ودعم الصادرات. بس تعالى ابص لك بقى على الموازنه، طبعا احنا بدانا النهارده بالموازنه رغم ان ما كانتش مخطط ولكن ده امر جاي. 2.6 من 10 مليار جنيه هو اجمالي دعم الصادرات. 2.6 من 10 مليار جنيه دعم الصادرات يعني يدخلوا لك قد ايه؟ 2.6 من 10 مليار والناس دولار. والناس احيانا كتير بيتاخر قبض الفلوس. يعني هو ده اللي انت في الاخر عايزه؟ لا انك طبعا انت تدعم بالرقم الهزيل ده بالنسبه للصادرات؟ هو صحيح احنا مدركين وانت تمام. مش لازم تدعم فلوس هنا. ايوه دي الجمله الصح. انت مش لازم تديله فلوس، انت بتديله تسهيلات بتساوي فلوس في الاخر. تعالى بقى هنا اعمل خط ملاحي بينك وبين الدول زي ما كان موجود في البرنامج. انت النهارده اسواق التصدير زي ما حضرتك ذكرت من دقايق متوجهه اساسا لغايه فين؟ الدول العربيه، اسواق شرق افريقيا، جنوب اوروبا، وروسيا. دول الاربع اسواق الكبار قوي اللي انت بتصدر ليه، ودول طبعا شمال افريقيا. خطوط بقى ملاحيه حلوه ابدا النهارده اقول اللي هيعمل شركه ملاحيه هديله اعفاءات، هديله حوافز، طوره، خلي الناس تجي لك هنا، طور قانون النقل البحري بتاعك عشان الناس تبدا تتحرك. وزاره قطاع الاعمال العام ما تدخل النهارده تاني وتنشط الاسطول البحري اللي موجود عندنا وتعمل اكتر من خط ملاحي شغال بيننا وبين الدول دي بدل ما يبقى واحد نقل اثنين. ادي واحد اثنين معارض بره. والمعارض هنا ارجوكوا فكروا فيها بالمنطق العالمي. المعرض مش ان انا اروح النهارده الم شويه منتجين من عندي من مصر او كل المنتجين اللي عندي اللي عايزين يصدروا للسوق ده ونروح هناك نقعد ونعرض بضاعتنا ونمشي. لا اعمل لي مراكز لوجستيه. نعرض بضاعتنا بشكل يليق بينا. لا بكتير والله بيحصل وبتبقى جيده، يعني معارضنا في دبي انا شفتها بعيني، لا معارض رائعه هناك، معارض بتاعتنا بتعرف المملكه العربيه السعوديه كويس، معارضنا في افريقيا اهتمام بيها اقل شويه. لكن النهارده بعد ما ده سوقك اللي انت ممكن تقتحمه. ده السوق الاساسي بتاعي. انا النهارده لما بعمل مركز لوجستي في كينيا زي اللي عمله افتتحه السيد وزير الصناعه، امر في غايه الاهميه. مركز لوجستي هناك بضاعتي حاضره. الراجل النهارده عايز يشتري مني بذور، اتفضل يا باشا البذور عند حضرتك جوه في المخزن، خد شيل وامشي. مش بس لما تيجي تبص النهارده على يعني انت عندك قطاعات كتير زي ما وزير الصناعه لما كان طلع في المؤتمر في دمياط وقال لك ايه؟ قال لك موضوع المدابغ والروبيكي عشان تنقل الناس هيبقى مكلف جدا عشان تنقل عدتهم. والرئيس رد عليهم قال له انت عايز كام؟ عايز 60 مليون جنيه. 60 مليون جنيه هنجيبها لك بس تنقل في خلال الشهر. يعني اتخاذ القرار، سرعه اتخاذ القرار وتمويل اتخاذ القرار، مش ده هيوفر لك من ناحيه ثانيه كتير ويزود لك؟ يعني انت لما تنقل الروبيكي لتكنولوجيا اعلى وامكانيات اعلى يبقى هتنتج بجوده اعلى، يبقى هتصدر اكتر، يبقى هتدخل فلوس اكتر. الوقت ده مش في صالحنا خالص. انا عشان كده بقول لحضرتك لما حضرتك بدات جملتك بزياده صادرات وتراجع واردات، انا قلت لحضرتك لا اعكسها، ابداها الاول بتراجع واردات لان هو ده اللي خفض عجز الميزان التجاري. لا صادراتنا لسه ما نمتش بالشكل الكافي، وكنت اتصور وانا بقول لحضرتك هو باكدها، تتصور ان احنا يكون عندنا نمو اكبر من كده. تعالى ناخد نفس الكلام اللي حضرتك ذكرته في التقرير. ايه اكبر قطاعين؟ حصاد زراعيه ومواد البن، هم دول اكتر قطاعين انت جريت وصدرت منهم. فين القيمه المضافه بقى؟ فين الادويه؟ فين الصناعات الهندسيه؟ فين الحاجات بتاعتك اللي كنت دايما بتطلع بيه؟ صحيح ده شيء جيد، خطوه جيده جدا انك انت عملت النمو، لكن حقيقه الامر النهارده النمو ده بدون ما يكون عندك قاعده صناعيه قادره تطلع قيمه مضافه زي ما حضرتك قلت، مش هو ده الرقم الكافي بالنسبه لك. انا اتمنى الناس تنتبه بشكل واضح ان انت محتاج النهارده برنامج لتطوير القطاع الصناعي يقدر يزود القاعده الصناعيه بتاعتك، وانك تزود في برنامج دعم الصادرات بشكل اقوى. انا اتمنى ان وزاره الصناعه وانا اعلم جيدا ان السيد وزير الصناعه بيسعى لهذا الملف يطوروا بشكل اكبر واقوى خلال الفتره الجايه ان شاء الله. الاستاذ محسن عادل نائب رئيس الجمعيه المصريه للاستثمار والتمويل، دايما بتسعدنا بوجودك معانا، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم وبكره يوم جديد وبرنامجكم اسواق وعمل.